أخذنا عن أمر الله، أخذنا أمر الله خدنا يا جماعة، خدنا أمر اللاين، خدنا أمر اللاين نوصل ما بين نقط صح، وعرفنا إزاي نوصل من نقطة للميت بوينت بتاع نقطة ثانية اللي هي الأدوات المساعدة. فاكرين كانت بتيجي إزاي؟ بالتنشيل ولا شفت كليك يمين؟ شفت كليك يمين. أنا متهنو عمل بس. وممكن نخلي الادوات المساعده للالتقاط دي تشتغل معانا دوما عن طريق اف 3 صح؟ اف 3 شفنا كده يا جماعه؟ بس مش بيشغل كل الادوات، بيشغل 2 3 منهم صح؟ طيب فزي الاند بوينت زي وهكذا. لو عايز انت حاجه ثانيه شيفت كليك يمين واشتغل. وقلنا ليس من هنشوف قدام ان شاء الله ازاي احنا نغير فيهم في السيتنجز دي ان انا اخلي اللي شغال معايا على طول كذا وكذا او كذا وكذا، بس ليس من الحكمه انك تشغل كل الناس في نفس واحد والا الدنيا هتموت منه. هتيجي وانت ماشي بالماوس عمال الراجل ايه يلتقط 100 بوينت انترسكشن 100 بوينت انترسكشن اند بوينت مش عارف ايه سن، هتلاقي الدنيا ضربت. دلوقتي عايزين ندخل مع بعض على الامر الثاني كده امر عندنا الامر الثاني اسمه امر سيركل. باين جدا من اسمه انه بيعمل ايه؟ دايره. اسم دايره. طيب كلام جميل. يهمني جدا تشوف من قائمة درو أمر السيركل، هتلاقي أمر السيركل جايبه لك بخيارات مختلفة. في سنتر وراديوس، سنتر وديامتر، تو بوينتس، ثري بوينتس، تانجنت تانجنت راديوس، تانجنت تانجنت تانجنت. عشان نرسم دايرة في طرق عادية بنرسمها. كانوا في سنة ثانية ابتدائي ولا ثانية ثانوي ولا إعدادي يجي يقول لك ارسم دايرة تمر بثلاث نقاط، فاكرين؟ أو دايرة تمر بنقطتين على القطر بتاعها. او دايره تمس خطين بنص قطر مش عارف ايه، فاكرين الكلام ده؟ حتى كنا بناخده في الرسم الهندسي في اعدادي. يقول يجي عندك كده في خطين كده وعايز ترسم دايره تمس الخطين دول، صح فاكرين؟ كنا ناخد موازي على بعد ار، موازي على بعد ار يتقطع في نقطه ونرسم الدايره. لا ده اسمه سيركل، دايره كامله. في امر هناخده كمان شويه اسمه ارك، ده بقى قوس، جزء من دايره، جزء من دايره، جزء من دايره وليس بارابوليك ارش. طيب ندخل على السيركل، تعالوا نجرب كده سنتر وريدس. هنيجي ندي له السنتر ونحدد له الريدس. كلام كويس؟ بس بسيط. يعني تخيل مثلا واحد راسم شكل عامل كده. واحد راسم شكل عامل كده. تخيلوا عندنا الشكل ده مرسوم، عايز ارسم دايره مركزها مقتضي ونص قطرها 2 سم او 20 سم. خد بالكم حتى الان الوحدات احنا مش مظبطينها. نخش في قائمه درو سيركل سنتر وراديوس. فين اللي بيسالك على السنتر؟ دايما نقرا اللي بيسالوا تحت، يقول لك سبيسيفاي سنتر بوينت فور سيركل، وحتى كاتبها لك فوق. بص مكتوب سبيسيفاي في الحته السوداء اهي، مكتوب سبيسيفاي سنتر بوينت فور سيركل. هنيجي نقرب من النقطه دي وكليك الشمال صح؟ قال لك الراديوس بكام؟ نفترض ان هو مثلا 100 سم، هنكتب له 100 وانتر. راح يرسم لي دايره نص قطرها 100. هو مش سكيل لسه هنتكلم عليه قدام، هنتكلم في سكيل قدام. نعم لا هو كان شغال، لو انت خدت بالك كان في لون اصفر طلع كده. اللون الاصفر ده هو مشغلين اف 3، حتى لو بصيت تحت هتلاقي او سناب شغاله. او سناب اهي مضغوطه لجوه يبقى شغال، يبقى الادوات المساعده للالتقاط شغاله اوتوماتيك. ماشي، انت محتاجش تدوس شيفت كليك يمين. واضح يا جماعه؟ بنفس الطريقه واحد يجي يقول لي انا عايز ارسم دايره عن طريق نقطتين، عايز ارسم دايره تمر بالنقطه دي والنقطه دي. عندنا مثلث. طبعا انا رسمت اللاين ده ازاي؟ خدوا بالكم، اما اجيب لاين من هنا امر لاين خدنا المره اللي فاتت، او لاين من فوق، او اكتب له حرف ال. هو شغال بالاختصارات، حركه حرف ال وانتر فهم ان هو ايه امر لاين. فجيت وصلت
ايه هي شغاله اوتوماتيك. تكتبي له ال وخلاص، ال وخلاص يبقى من ده لاين ماشي. سي وانت عملت له سي كلوز هنخدها مرة فاتت امر لاين، ممكن ان انا اقفله بيرسم مضلع، لو المضلع عايزه مقفول اما اكتب له سي عند اخر ضلع او كليك منه كلوز، يعني ممكن اجيب امر لاين اهو ال وانتر اهو واجي انا وكليك يمينه له كلوز او اكتب له حرف السي. انا دايما بحاول اتبع ان انا ايه اسرع، فماسك الماوس اه ماسك الماوس بايد الشمال وبايد اليمين وبايد الشمال بكتب الاوامر. ماشي يا جماعه؟ لان طبعا العبره في الاوتوكاد بالسرعه. عايزين نرسم دايره تمر بثلاث نقط عادي، من قائمه درو سيركل 3 بوينتس، في النقطه الاولى اهي، الثانيه اهي، الثالثه اهي، والله اعلم النقطه دي جت مش مظبوطه، شايفين مش مظبوطه. طيب هنعمل له اندو ونجيب امر سيركل ثاني. انا بس استعجلت 3 بوينتس، ادي اول بوينت اهي، ادي ثاني بوينت، ادي ثالث بوينت كده بس. طب عايزين الدايره بقى اللي واقعه اللي تمس. نعم سي اه لا سي كلوز من جوه امر لاين، لكن سي مع الكوماند على طول يبقى امر سيركل، لان مفيش كلوز في الهواء. واحد يقف في الشارع كده كلوز ولا حد فيهم حاجه صح؟ هيبدا يدخلك بقى في شويه اسئله ظريفه، بس يعني فضل ما تخشش فيه. يعني لو واحد كتب له سي وانتر، بصوا من على الكوماند قلت له سي وانتر، اوضح لكم الحته دي. بصوا على الكوماند تحت مكتوب ايه؟ سبيسيفاي سنتر بوينت فور سيركل او. الاصل في الاوتوكاد ان هو بيعمل الحاجه بكذا طريقه، منهم حاجه بيسموها الديفولت اللي هي الاساسي الاساسي، وانت تختارها وتعمل. عايز تشتغل بيها اشتغل بيها، لو عايز تشتغل بحاجه ثانيه دخله الرمز بتاعها، يقول لك اور وبين قوسين كاتب لك 3 بي 3 بوينت. فانت لو عايز تدخل 3 بوينت اكتب له 3 بي، بص كتبت 3 بي وانت فاهم انك عايز 3 بوينت، قال لك فين الفيرست بوينت؟ اهي. فين السكند بوينت؟ اهي. فين الثيرد بوينت؟ اهي. وضحت؟ يبقى انت لو هتشتغل بين على الكوماند بتاع عن طريق اختصارات هيسالك عايز 3 بوينت ولا 2 بوينت ولا تي تي ار تانجنت تانجنت راديوس. يكفي ان انا اكتب له حرف التي بس. يكفي ان انا اكتب له يا جماعه ايه؟ حرف التي بس، لانه حتى اكتب لك التي كابيتال والتي ار الثانيه سمول. ما هو الاختصار يعني فاهمني؟ واضح يا جماعه؟ يعني لو عايز 2 بوينت اكتب له 2 بي، 3 بوينت 3 بي، لو عايز تانجنت تانجنت راديوس اكتب تي بس وانت. اهو بص هكتب له تي وانت. سالني فين الفيرست تانجنت؟ اهو انا اشاور عليه. فين السكند تانجنت؟ اهو اشاور عليه. فين الراديوس بكام؟ اقول له 300 مثلا او 200. لذلك يفضل في السيركل زي ما قلت لكم نجيبها من فوق بدل ما نخش معاه في حوارات. يفضل في السيركل ان انا اجيبها من فوق، من هنا درو سيركل واختار اللي انا ايه؟ اللي انا عايزه. تانجنت تانجنت تانجنت، لو انا عايز ارسم دايره داخله عن مثلث. يعني ادي التانجنت الاولاني الثاني الثالث. فراح ارسم الدايره ايه؟ الداخله عن مثلث. مفهوم يا جماعه؟ عرفنا امر السيركل؟ ظريف؟ طيب هناك بعض الادوات المساعده للالتقاط اللي هي الاسناب التي تعمل مع السيرك. عايز اوصل مركز دايري للمركز دايره دي عادي خالص، هجيب امر لاين اهو واوصل شيفت كليك يمين وبص معايا هتلاقي في حاجه اسمها سنتر. سنتر ده اللي هو ايه؟ مركز دايره. كوادرنت، كوادرنت اللي هو ربع الدايره، اي دايره في الدنيا لها اربع ارباع عن زاويه الصفر 90 180 270. تانجنت يرسم لك مماس لدايره. يعني انا عايز ارسم من مركز الدايره دي مماس الدايره دي، يبقى شيفت كليك يمين تانجنت تو. خد بالك في اثنين تانجنت، في تانجنت الناحيه دي وتانجنت الناحيه دي، انا عايز تانجنت الناحيه دي. دايره مثل دايره بس.
يعني كلمة ما لازم يكون في شرط تاني. أقول لك ما منفعش في 10 مليون دايرة، في 10 مليون دايرة لازقة في الدايرة دي. بص يعني ايه؟ واحد عايز يرسم دايرة تمس الدايرة دي بالخارج صح؟ بنص خطوطها 100، في 10 مليون دايرة حواليها يترسم. لكن لو واحد تاني راسم دايرة كده تانية، خد بالك عايز ارسم دايره تمس الدايره دي والدايره دي ونص القطر ب 100، هجيب من قائمه درو سيركل تانجنت تانجنت راديوس، اقول له ادي المماس الاولاني ادي المماس الثاني وراديوس 100. وصلت؟ ماشي يا جماعه مش ماشي معانا؟ مش لازم كلمه تانجنت يعني خط يمسها، ممكن يكون عندي 3 دوائر، ادي دايره ادي دايره ادي دايره، عايز ارسم دايره تمس 3 دوائر عادي، درو سيركل تانجن تانجن تانجن، ادي الدايره الاولى المماس الثاني المماس الثالث. واضح يا جماعه؟ واضح مش واضح؟ ايه طيب، يبقى احنا خدنا امر لاين وخدنا امر ايه يا جماعه؟ امر السيركل. ركز معايا في الحته اللي جايه دي شويه. هجيب امر لاين، عايز ارسم لاين، عايز ارسم لاين من عند الزاويه 180 ثم يكون مماس للدايره دي. عادي هجيب امر لاين اهو. قال لي من انهي نقطه؟ شفت كليك يمين كوادرنت، انهي كوادرنت دي ولا دي؟ دي اهو. تو سبيسيفاي نيكست بوينت، حط لك الكتابه اهي بالاسم مش كده؟ سبيسيفاي نيكست بوينت، شيفت كليك يمين تانجنت للدايره دي هنا نيكست. ما انتوا عارفين امر لاين مش برسم لاين، امر لاين برسم يا جماعه مضلع، امر لاين برسم مضلع، شيفت كليك يمين سنتر بتاع الدايره مين؟ دي ولا دي؟ الدايره دي. واخدين بالنا يا جماعه؟ واضحين؟ خلصت. عايز تقفله ولا عايز تسيبه مفتوح؟ لو قفلته هيقفلك ده كاذب. لو عايز تسيبه مفتوح دوس انتر على الفاضي، عايز تقفله دوس حرف السي او كليك يمين كروس. موضوع ظريف. لا ده بص بقى، افرض عايز اوصل تقاطع الدايرتين دول ببعض. لا التقاطع ده من خصائص اللاين. لا مين اللي قال؟ يعني ممكن اجيب امر لاين كده بصوا واقول له من التقاطع ده الى التقاطع ده. فاهمين القصه؟ يعني احنا عندنا ادوات مساعده للالتقاط يا جماعه. اند بوينت ميد بوينت انترسكشن صح؟ اشتغل باللي انت عايزه فيه. تقاطع خط مع دايره انترسكشن. تقاطع خط مع دايره بايه؟ انترسكشن. صح من صح. نيجي مع بعض على الامر الثالث، درو ارك. ارك يعني قوس. القوس عندنا برضه معناه عندنا جزء من دايره بيعرض بعده حاجات. ممكن ارسم قوس يمر بثلاث نقط، ممكن ارسم قوس عن طريق نقطه البدايه ستارت والسنتر والاند ماشي، ممكن ارسم عن طريق ستارت وسنتر وانجل، ستارت وسنتر والاند، ستارت وسنتر واند وانجل، ستارت واند ودايركشن، ستارت واند وراديوس، حاجات كتيرة جدا صح؟ تعالوا ناخد مثال، عايزين نرسم عن طريق 3 بوينتس عادي خالص. تعال الأول هنمسح، هناخد أمر المسح كمان شوية. حاضر بصوا عايزين نرسم قوس يمر بالثلاث نقط دول مش دايرة، قوس عادي. هنجيب درو ارك 3 بوينتس، ادي النقطة الأولى، ادي النقطة الثانية، ادي النقطة الثالثة. ما جاتش عليها بالظبط لأن أنا إيه؟ ما استنيتش عليه. ما استنيتش عليه. المفروض إن أنا كنت أستنى عليه. هنجيب من قائمة درو أرك 3 بوينتس، أدي أول نقطة، ثاني نقطة، ثالث نقطة. إزاي بنكبر الرسمة ونصغرها؟ عن طريق السكرول اللي في الماوس. يعني سكرول
يروح كده يبعد سكرول كده يروح مقرب. ماشي يا جماعه؟ سلام. شوف الحته اللي جايه دي لانها مهمه شويه. شوف الحته اللي جايه دي مهمه شويه. انا عايز ارسم قوس مركز النقطه دي، ودي نقطه البدايه بتاعته، ويعمل كده زاويه 40 درجه. عادي، خش من قائمه درو ارك. ده في البدايه بس، في الاول ستارت وسنتر وانجل، او ممكن تلاقي موجود في حته ثانيه سنتر وستارت وانجل. يعني خد بالك الحاجات دي مش فريده، يعني متكرره اهي، بس الفرق كله في سؤاله ليه بأنهي ترتيب. يعني في فوق ستارت وسنتر وانجل، وفي ستارت وسنتر وستارت وانجل، الاثنين زي بعض بالظبط، بس هنا يعني فوق هيسالك على الستارت الاول بعدين السنتر بعدين الانجل، تحت هيسالك على السنتر بعدين الستارت بعدين الانجل. فاهمين القصه؟ ايه؟ اه بالظبط، عشان يريحك بدل ما ايه ما تتعب دماغك. هنقول له ستارت وسنتر وانجل، قالك فين السنتر؟ اهو. في الستارت اهو. الانجل بكام؟ هقول له 40. هيعمل حاجه غريبه، رسم لي قوس غير اللي انا كنت عايزه. اشمعنى؟ عشان اديت له الزاويه بالموجب. الزاويه بالموجب عنده تعني عكس عقارب الساعه. الزاويه بالموجب عنده تعني عكس عقارب الساعه. يبقى انت لو عايز ترسم قوس عكس عقارب الساعه دي الزاويه بالموجب، لو عايز ترسم القوس اللي مع عقارب الساعه دي الزاويه بالسالب. هنعمل اندو، هندخل من قائمه درو ارك سنتر وستارت وانجل. ادي السنتر، ادي الستار، وهاجي اقول له الانجل بسالب 40. عمل الراجل، عمل الراجل يا جماعه. سلام. ممكن واحد بالظبط انتوا ده بتسمعوا الامتحان يا جدعان، حاجه غريبه جدا والله. عاملين لي ايه؟ عاملين فكروني انت ليه ترم مفيش فيه عمل؟ ليه ترم مفيش فيه عمل؟ ده فكروني بطلب مني يشرح حاجه تيجي تشتغل مش تيجي حاجه تيجي تشتغل مش تيجي. بصوا معايا درو ارك و3 بوينتس. بصوا هقول لكم على حاجه جميله قوي. ادي ثلاث نقط اهو مثلا، ده ارك، وهنيجي نرسم ارك ثاني كمان كده اهو. عادي مش صح. عايزين نوصل مركز الارك ده بمركز الارك ده بخط. نعمل ايه؟ شيفت كليك يمين. ممتاز. غلط. اول حاجه ركز معايا، تسال نفسك انت عايز تعمل ايه؟ ترسم ايه؟ خط. يبقى امر لاين. في ناس انا واقف قدام الجهاز وعايز تدوس شيفت كليك يمين، هي سنتر اللي انا عايزها، بس مش راضي يعملوا حاجه. ليه؟ انه مفيش امر. فاهمين يا جماعه؟ يعني واحد يجيب الفراش يقول له سكر زياده، هو ايه اللي سكر زياده؟ لازم الاول يديله الامر. صح صح. يبقى لازم نجيب امر لاين يقول له اوصله بمين. خد بالكم السنتر هنا شغاله اوتوماتيك. السنتر هنا لو شيل دوسنا اف 3 هتروح، بس طبعا لازم ندوسها واحنا ايه بره امر. يعني لو جبنا دلوقتي لاين ونقرب من هنا هو ولا الهواء. صح. لازم شيفت كليك يمين واقول له سنتر، واقرب من ايه بقى؟ خد بالك من السيرفس بتاعها. اقرب من ايه؟ ما هو انت عندك دايره صح؟ لا، ما انت لو قربت من دي هيختار السنتر بتاع دي. فاهمين يا جماعه؟ يعني ما يجيش واحد يقول لك السنتر يبقى قرب من هنا يختار السنتر ده. عايز توصلها بايه؟ شيفت كليك يمين برضو السنتر بتاع الدايره دي. عايز اوصلها بالتقاطع شيفت كليك يمين انترسكشن. عايز اوصلها بالاند بوينت شيفت كليك يمين اند بوينت. فاهمين القصه يا جماعه؟ واضحه؟ يبقى انا في عندي دلوقتي مشاكل الالتقاط بتساعدني. 100 بوينت انتر بوينت، في ينفع اوصل 100 بوينت ينفع، بس لازم طبعا يكون شغال لك مخك. انا عايز اوصل السنتر بتاع الخط بالاند بوينت بتاع الدايره. هو في اند بوينت الدايره؟ مفيش اند بوينت الدايره، الدايره مالهاش اند بوينت. هو في سنتر للخط الستريت لاين ملوش. يعني قصدي انا قلت مسافه موجوده معاك وانت اشتغل بقى بيها، بس ما تحطش حاجه في غير مكانها. واخدين بالنا يا جماعه؟ يبقى الخط
لو اند بوينت ميد بوينت مش عارف ايه الدايره، ما يقولش الميد بوينت بتاع الدايره، الدايره اللي ميد بوينت ملهاش دي بقى يا جماعه. وصلت؟ الحمد لله. بالثلاث اوامر اللي احنا خدناهم دول لاين سيركل ار نقدر نرسم اي رسمه في الدنيا كبرت او صغرت في زمن لا يتعدى 10 سنين. لكن كنت مش بعض مش توصل ل 10 سنين ما تقلقش. ايه؟ ديدلاين ده 10 سنين. وده اللي يفرق واحد فاهم من واحد مش فاهم. الفاهم ركزوا معايا بقى يرسم سطور بالاوامر اللي احنا خدناها قليله ويبدا يستخدمها ويكبر الشكل بتاعه في وقت قياسي. اللي مش فاهم يقعد عمال يرسم خط 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 خط. تعالوا ناخد نتكلم عن الموضوع ده، وده اللي احنا هنتكلم عليه ان شاء الله ممكن المره الجايه، اللي هو الاوامر المساعده مش الات المساعده. فانا الات المساعده الاتقاط يشفت كليك يمين، في حاجه اسمها الاوامر المساعده. يعني ايه؟ يعني واحد عايز يرسم قاعه فيها 300 كرسي، هو ايه يعني الكرسي ده؟ لاين لاين هيجيب لاين ولاين 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 صح؟ وسيركل يرسم رجل الكرسي وسيركل وسيركل وارك يعمل مش عارف ايه البرواز بتاعه قد الكرسي، يروح واحد تاني وتالت ورابع وعاشر ومية والف ينسخ الكرسي ينسخ الكرسي مثلا تخلص في ثواني. فاهمين القصه؟ او بنفس الطريقه الاوامر المساعده بتساعدنا يا جماعه في تخليص الرسمه في زمن قياسي بالظبط. بس قبل ما نخش في الاوامر المساعده يهمني جدا حاجه مهمه هنتعرض ليها. الالات المساعده عامله زي ما تكون فراش شغال عامل، احنا قلنا الكاد ده عباره عن يعني خادم شغال عامل بتامره بينفذ. لما ندخل على الاوامر المساعده هنلاقي ان الخادم بتاعنا بيسالنا دايما سؤال واحد فقط. Select Objects يعني ايه؟ يعني تجيب الفراش ركز معايا، قلت له تعالى يا عم، قال لي نعم، قلت له امسح، يقول لي اختار العناصر، انت عايز امسح صح؟ قلت له مره كسر، يقول لي اختار العناصر صح؟ ادهن، يقول لي اختار العناصر صح ولا مش صح؟ واخدين بالنا؟ يبقى دايما الراجل ده يسالني سؤال سيلكت اوبجيكتس. ده سؤال شهير جدا في الاوتوكاد، شهير جدا، كل امر هنجيبه هيروح طلعت الرساله دي سيلكت اوبجيكتس اختار. اللي مش فاهم حاجه يختار، يقول لي هو كمان الاختيار ده في فن اختيار؟ اقول لك لا، ما هو ممكن اجيب الفراش اقول له امسح، يقول لي امسح ايه؟ اقول له الكرسي ده ويتن، اقول له الكرسي ده وكمان وده 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 وده. يقول لي طب ما تقول لي من الاول امسح كل الكراسي وريحني. فاهمين القصه؟ يبقى اختيارك للعناصر نفسه في فن. لو انت عايز كل العناصر ما تقعدش تاخدهم واحد واحد. انا عايز العناصر دي بس. الصف ده اقول له ده وده 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 وده، يقول لي يا عم ما تشاور لي تقول العناصر دي وخلاص، الكراسي دي وخلاص. فاهمين يا جماعه القصه؟ يبقى موضوع السيلكت اوبجيكتس محتاج فن. انك انت عشان ابراهيم يسالك سيلكت اوبجيكتس ما تذلوش، هو مش هو اللي هيتذل، انت اللي هتذل بالظبط. هتقعد تختار الكرسي ده والكرسي ده والكرسي ده والكرسي ده. اختيار العناصر لو عندنا طريقتين، اما ان انا عايز اختار كل العناصر او بعض العناصر. للاسف انا كنت عامل اوتوكاد عامل باوربوينت بس نسيت اجيبه، كل مره افتكر اجيبه بس بنساه. هقول لكم المره الجايه ان ربنا ذكرني ان شاء الله. اختيار العناصر بينقسم عندنا فرعتين كبار، ان انا عايز اختار كل العناصر
او بعض العناصر. ماشي يا جماعه؟ لو عايز اختار كل عناصر بكتب له all. لما يقول لي select objects كده اقول له all كله، خد كله. لو انا عايز بعض العناصر تفرق معايا، هل انت عايز عناصر متفرقه ولا عناصر مجمعه؟ يعني عايز اخد الكرسي ده، الكرسي اللي هناك، والكرسي ده. ليس امامك خيار الا انك تختاره بالكليك الشمال بالماوس. طب افرض مجمعين، بنعمل نحوطهم بويندو، نعمل مستطيل يستوعب العناصر الايه المراد. تعالوا ناخد اول امر ونشوف. اول امر يهمنا هو امر اريز الاستيكه، شايفينها اريز. يعني كده الامر هنا امر اسمه اريز. ده بيستخدم يا جماعه، بيستخدم ليه؟ للحذف. تعالوا كده نختار امر اريز، بيجي من قائمه موديفاي. بقى خدوا بالكم احنا قلبنا قائمه، غيرنا من قائمه درول قائمه مين؟ موديفاي. امر اسمه اريز وجنبيه استيكا، راح مديني رساله شهيره كاتب لي ايه جنب الماوس؟ سيلكت اوبجكتس. واحد بقى عايز يمسح الرسمه كلها يدوس هنا يروح ينقطها. خد بالك العنصر اللي بتختاره بينقطه عشان يميزهولك عن العنصر اللي انت ما اخترتوش. يعني انت قلت للراجل امسح لي الكرسي ده، راح عامل علامه عليه عشان يعرف ان ده ايه اللي انت عايزه، صح؟ تيجي سيادتك تقعد تختار كليك شمال 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 وتعيش. وخد بالك كل ما تختار عنصر يكرر لك تاني، يقول لك وايه كمان؟ سيلكت اوبشنز. صح ولا صح؟ طب افرض انا عايز، يبقى ايه؟ ندوس اسكيب عشان نخرج من الامر. يبقى انا لو جبت امر اريز قال لي سيلكت اوبجكتس وعايز امسح كل العناصر، اكتب له اول انتر. مش عمليه؟ اختار كل، تدوس انتر كمان مره حذف لك كل. سهله؟ لو عملت له كنترول زد يبهم لي تاني، اشمعنى؟ تراجع عن الامر الاخير. ايه هو الامر الاخير؟ امر الحذف، امر المسح. صح ولا مش صح؟ واضح يا جماعه؟ ودي تاني، انا عملت اريز حذفت كل، اريز حذفت كل، قلت له اريز اول، بس بعد ما مسحهم قلت الله مش عايز امسحهم كلهم، فرحت عامل ايه؟ اندو، اما كنترول زد او حرف يو انتر. اندو بترجع ما شاء الله يعني 100 امر. ماشي؟ طيب يو انتر وانتر، يعني بصوا عملت اريز قال لي سيلكت اوبجكتس، قلت له اول وانتر، كيف مسح؟ لو اديت له حمر في اليو انتر رجع يو، يو دي اختصار اندو، يبقى ال اختصار ايه؟ لاين، وسي سيركل، اي ار، اي ار يو اندو. امال كنترول زد دي ايه؟ ما هي اندو برضه، بس اندو دي بتاعت الويندو كله. عارفين كنترول زد دي شغاله في الويندو كله، باوربوينت، وورد، اكسل، اي حاجه في الدنيا في الويندو شغاله كنترول زد اندو. لكن الاوتوكاد شغال الاثنين، كنترول زد شغاله معاه لانه تحت الويندو، ويو شغاله معاه لانه اندو. كلام سهل. طيب افرض بقى ان انا عايز اجيب امر اريز وعايز احذف بعض العناصر المتفرقه، اختار العنصر ده وده وده، لازال بيقول لي سيلكت اوبجكتس، الراجل لا يكل ولا يمل، اختار للعناصر. عايز اقول له خلاص، اما تدوس كليك يمين او انتر على الفاضي، اما تدوس كليك يمين او انتر على الفاضي. لا، امر اريز بيمسح عنصر باكمله، في اوامر اخرى سناخذها فيما بعد بتمسح جزء من العنصر. ماشي؟ امر اريز يا جماعه يمسح جزء عنصر باكمله. سيركل ده عنصر، لاين ده عنصر. خد بالك الامر لاين انت رسمت فيه مضلع
المضلع ده مش عنصر، المضلع ده عبارة عن خطوط، كل خط مضلع عبارة عن ايه؟ عن عنصر. أمر إيه رزق مسحنا يا جماعة؟ عناصر بأكمل. هناخد قدام إن شاء الله بعض الأوامر اللي بتحذف بعض جزء من عنصر. جزء من إيه؟ من عنصر. جميل؟ طب هات أمر إيه رزق تاني كده؟ أنا عايز أحذف، عايز أحذف يا جماعة جزء، عايز أحذف يا جماعة جزء، خد بالك بقى مش جزء من عنصر، عايز أحذف جزء من الرسم، مجموعة عناصر مجمعة، عايز أحذف الشوية دول، دول هنعمل ويندو نديله حرف W وإنتر، نديله الفيرست كورنر السكند كورنر، وركز شوف اللي هيحصل حاجه غريبه. حد خد باله ايه اللي حصل؟ ما اختارش غير العناصر التي تقع باكملها داخل الويندو، ما ياخدوش، هو بيحذف، هو بيحذف، بيختار عنصر باكمله صح. فانت لما اخترت يعني جيت الفراش لما جاب قلت له كسر دمر، قال لك عايز تدمر ايه اختار، رحت مشاور له على شويه عناصر صح، فجيت سيادتك شاورت على نص كرسي يحتار بقى ياخده ولا ما ياخدوش، ما ياخدوش. وصلت؟ بس الكلام ده اذا كان شغال بنظام ويندو، في عنده نظام اخر اسمه كروسنج عامل زي الويندو بالظبط، بنعمل له ويندو برضه اطار، بس بنكتب له بدل حرف الدبليو بنكتب له حرف السين. ايه الفرق بين كروسنج وويندو؟ كروسنج بيختار اي عنصر يلمسه، يعني لو عنصر لو قلت له الكرسي ده واقع جزء منه جوه اللي انت مشاور عليه ياخده كله. بص اهو اريز، قال لي سيلكت اوبجكتس، قلت له سي، ايه ده؟ ده احنا في عندنا ثلاث سيهات كده، في سي كلوز وسي سيركل، كل واحده جوه حاجه بالظبط. سي اللي من بره خالص دي سيركل، سي اللي من جوه لاين كلوز، سي اللي من جوه سيلكت اوبجكتس كروسنج. بص بقى شوف كروسنج بيعمل ايه، بتختار فيرست كورنر وسكند كورنر، شوف شوف اللي حصل. حد خد باله؟ الخط اللي تحت ده الافقي ده ده لمسه بس. يبقى انت لو عايز تختار العناصر التي تقع باكملها داخل البرواز اللي انت عامله الاطار اديله حرف الدبليو. اذا كنت عايز تختار العناصر اللي انت عايز جزء منها يقع بس، طبعا لو واقع كله هيختاره بنظام اولى يعني صح ولا مش صح؟ فاهمني؟ من باب اولى يختار اللي واقع كله جواه. يبقى نظام كروسنج، نظام كروسنج يا جماعه بيختار العناصر التي تقع باكملها او جزء منها داخل مين؟ خد بالك مش بيختار الجزء اللي واقع جوه بس، هو بيختار جزء عنصر باكمله، ما دام في جزء منه واقع جوه ياخد العنصر كله معاه في الاختيار. واضح يا جماعه؟ ده كده امر سريع اللي هو امر اريز. ان شاء الله المره الجايه هنحاول نتعمق، وربنا يذكرني اجيب لكم معايا الباوربوينت بتاع الكاد اللي انا عامله، هيساعدنا كتير في الفهم ان شاء الله. حد عنده سؤال؟ كان في حد بيسأل